رجعنا لكم من جديد في تلفزة تي في، رجعنا لكم في خلينا ماتينال في صبحيتنا الحلوة اللي ديما نكونوا معاكم كل ثلاثة وجمعة 8:30 متاع الصباح. رحبوا برشا بالناس اللي تحقت بينا توا، قولوا لهم صباح النور صباح الفل وإن شاء الله نهاركم زين. دونك وقيت كما قلت لكم قبيلة باش نحكيوا على مهرجان الهريسة في دورته الخامسة بولاية نابل، ويمشي يكونوا حاضرين معنا ومونسينا في استديو أسماء بوحنك. أهلا وسهلا، صباح النور والفل والياسمين. في دشات أسماء ولي؟ الحمد لله لاباس خير. الحمد لله. كيما زي تحضر معنا مدام بيا براشد، وهي الحقيقة للا البيا اللي لابسة مريو الفضيلة ولابسة لابسة تقليدية الحلوة. صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة ونحن نشكركم على قبول الدعوة وعلى القعدة الحلوة ذي في ماتينال. احنا فرحانين احنا هوني، يعطيكم الصحة. عايشك عايشك. دونك باش نحكيو على الهريسة، الهريسة المحرحرة، وان شاء الله ماتينال نتاعنا يكون محرحر ومفلفل، خاطر نحن التوانسة مفلفلين ومحرحرين، وسيرتو الشيف اللي جبناه ياسر مفلفل ومحرحر. ومادام نحكيو في الخيط نتاعو في المفتاح نتاع الكوجينة، نعاودو نرحبوا بيه. اهلا وسهلا شيف. اهلا بيكم ومرحبا بيكم. على السلامة شيف. عايشك وبيك، بارك الله فيكم. وحقنا نحن قلبنا في بقعة حاجة سكرية، عملنا حاجة محرحرة. حارة. الله غالب، مرة جاية في البرمجة جاية إن شاء الله نعمل برشا حاجات. نعملوا كرياسيون تلفزة تي في، نعملوا كرياسيون بالهريسة تاعنا نحن، ما يعملها حتى حد في تونس كان تلفزة تي في. مرة ذي سيزون جاية تكون حاضرة معك. حاب نقول لكم اللي شاف اليوم حضرنا تاخت أوفخوي، لي زانغريديون سيد المشاهدين تلقاوهم أسفل الشاشة. وين وصلنا شيف؟ حسيتك كملت البات هنا. اي ها، باش نرجع شويه هنا، باش نرجع الباسينه نتاعي. كاي البات هنا لميتها، البات هذيا لميتها، زدت على العظم اول حاجه خدمت الزبده والسكر، زدت العظمه اللي هي وقتها انت ما خلطتش عليها زين. العظمه باش تلم هذه، باش تلمها. اذا كان ما فماش عظم نحطوا شويه حليب، ما فماش حليب نحطوا شويه ما يسالش، حتى شويه معجون نحطوا. اي معجون؟ اي معجون ما يكونش فيه، يكون مصفي مليح. معناها نزيد نسهلها، شحور شويه شحور نجم تلم به. واضح. اي حاجه سائله باش تلم به، ولكن ما تعطيش نفس المطعم ونفس الكاليتي. اما هي الاصل نتاعها تتلم بعظمه. داكو باهي، باش ما نحيروش. ومن بعد ما لميناها وليت حصلنا على بات ليس ورطبه شويه. اما البات هذيا ما تحبش برشا عجدان، كي يقول لك حتى تولي ترشق كيما اللبانه وكسيتي غاضم الكل، هذاك كل خلينا على شيره. البات نتاعنا لازمها تكون رطبه باش نجم نخدموها ونحلوها. مثال بسيط باش نحل قدامك شويه البات، باش تشوفها شويه فرينه باش ما تلصقنيش البات، ما تلصقش. فما اللي يحطوا بابي كويسون زاده عادي ويخدموا البات نتاعها، ونجم نهز. هذه هي البات نتاعنا اللي لازمها تكون. كيفاش نخدمها؟ باش نحطوها من بعد في لي فون دو تارت نتاعنا ونخدموا لي تارت كل شيء. فما سر صغير، نحطوها تبرد درجين بالزمان في الفريجيدير. علاش؟ خاطر خدمنا برشا بيدينا، اك الزبده سخنت، المواد الدهنيه سخنت، كي تسخن اك المواد الدهنيه يلزمها تتشمع شويه، تحاول تبرد من اول جديد باش تسهل لنا المهمه في الحلان، المهمه في تفصيلها، الاشكال اللي نحبوا نعملوهم نحن، حتى كي نطبعوا بقالب تاع صابلي ولا باش نعملوا اي حاجه تبدا امورنا سهل. كي رتحوها درجين من زمان بالضبط في الفريجيدير تخدم مرتاح، ما عندك حتى مشكله. اما اختي زينب سيدي، شنو هي امورك في الهريسه؟ انا اموري في الهريسه. باش تفوح انت في دارك؟ انا نفوح بالهريس. انا برشا رحنا توينسا بونك، نحكينا في الاوف مع مدام بيا واسماء، كانوا حكاونا قالوا لي احنا في نابل بالعاداتنا وتقاليدنا ما نحطوش في المقرونه هريسه. صحيح، لكن فما احنا القراوه، خلينا نعرف لي القراوه اول مره، احنا القراوه نحطوا برشا، نحطوا الهريسه معناها في المقرونه. فما ناس تحبك المفلفله مطمطمه المحرحره، اما زيد حتى اللي نعرفه، اللي نعرفه في الهريسه فما حاجه برشا حاجه بيه ممكن تحكي لنا عليها. باش نجم تعمل هريسه باهيه، هو نوعيه الفلفل، هو الساس بالطبيعه، ومنين ومنين طلع هك الفلفل هذيك، ماني تربه هذيك، هو واللي حسب فكري انا. احنا في تونس نقول لك فما كان اربع انواع فلفل، اللي في بالي بيه فما 25 نوع قرن فلفل، فما انواع عده عده عده، اقل حال اكثر حال. اي ومش في الحروريه بركه، حتى في الشكل، في الشكل في برشا حاجات. اما في المذاق عندك شي فكره شنو نوع الفلفل اللي تخدموا بيه؟ من عايز عن سامحني زينب كان سلت مرة والله تعديت مرة هذي، خاطر في الهريسة في الدومين. اي في الدومين، في الدومين.
الفلفل الاحمر شي في ذيك الهروس وقلوا احنا هما اللي يخدموا به الفلفل الشايح الشايح يشريوه احمر ويشيحوه يشيحوه. اما توما نساوش وقت الفلفل واخر شويه معناها ما عادش بكثره كيما السيزون تاع الفلفل ما عندناش برشا شواء كيما مسانس في وقته في وقته عندنا برشا شواء معناها. اما تحب ولا تكره الهريسه في نابل هي الاولى هذاك علاش عملنا مهرجان ويجيوها برشا ولا على كان يحتفلوا بها ويجيوها علاش عملوا لها مهرجان ومهرجان كبير وتو وقيت عاد الشتاء باش ترجع مدام بيا اسماء باش يرجعك الشتاء وترجع اللبليبيك صحيفه اللبليبيك البرغل هذاك ونطيبوا البرغل نحطوا فيه الهريسه نطيبوا كسكسي بالفرفيش هذاك نحطوا فيه الهريسه برشا حاجات كل شيء الهريسه كل شيء مفلفليك باش نعطيو الطاقه للبدن باش دفي بتاع الهريسه هذه في ولايه نابل في دورته الخامسه خلينا ناخذ فكره احنا على الدوره الرابعه نشوفوا الفيتير راجعين بعد الفيتير. تحتضن نابل وكيما كل عام ولمده 3 ايام فعاليات مهرجان الهريسه وديما تحت اشراف جمعيه صيانه نابل والجمعيه التونسيه لمهنيي فن الطبخ. اليوم نحكي ونذكره بالدورة الرابعة للمهرجان هذا اللي صار أيام 9 10 و11 نوفمبر 2018. المهرجان جاء لإبراز منتوجات الجهة من الفلفل ومشتقاته وهذا عن طريق عرض مختلف المنتوجات. عام ناول كان الافتتاح تنظيم استعراض بالعربات اللي جابت أغلب شوارع مدينة نابل فوق بعزف لفرق نحاسية وشعبية. أما فضاء المعرض المخصص المنتوجات الهريسة اللي احتضنته مقر جمعية صيانة المدينة فقد شهد إقبال عدد من المواطنين والسياح اللي توافدوا لاقتناء مستلزماتهم من المنتوج المعروض وهذا من شأنه أنه ساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية بالجهة. زينب اليوم استدعت في خلينا ماتينال كل السيدة بيا بالراشد وأسمى بوحنك أعضاء في جمعية صيانة مدينة نابل باش يحكيوا لنا على فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الهريسة في نابل. دونك كنا نتفرجوا على مهرجان الهريسه بولايه نابل في دورته الرابعه توا دورته الخامسه سنه يبدا الويكاند هذايا ان شاء الله. كنت تحكي لنا البروغراماسيون شنو نهار الجمعه ان شاء الله بقدره الله اللي هو اليوم نهار الجمعه اليوم يبدا الدوره شوي الخامسه اخر. شوي اخر مع العشره نتاع الصباح مع العشره نتاع الصباح يبدا نحلوا باب معناها الدار ويبداو ليكسبوزيسيون معناها موجودين ليكسبوزون موجودين يعني سور بلاس كل واحد عارض عارض الهريسه بتاعه المنتوج بتاعه يعني وعندنا زاد اكسبوزيسيون تاع اون فام كي فا فابريكي الهريسه سور بلاس كيفاش ورينا كيفاش تحويل الهريسه الفلفل الى هريسه كيفاش تاخر تنحيلو معناها زاد الطريقه الزمنيه القديمه الطريقه الزمنيه القديمه فوالا وبعديها معناها مراك كيفاش تملح الفلفل كيفاش الفلفل يصبر على القاعده القديمه نتاع بكري خاطر احنا تو دو بلوز اون بلوس نسى نتاع تو ولا الفلفل ما عادش يصبر لهم عام كامل ولا ديما الفلفل يقعد معناتها يفسد الفلفل كي يصبروه وكل شيء يعني. ما عادش يطول دونك احنا باش نجيبوا مراه زمنيه تقليديه كبيره باش تعلمنا كيفاش نعملوا كونسيرفاسيون نتاع الفلفل كيفاش هو معناتها باش من غير مواد كيميائيه باش نخليوه معناتها يصبر صابه كامله باش نقعدوا ديما نستعملوا فيه ما يفسدناش فيه صاب دونك حابين نوريو حاجه تقليديه دونك هذا اسمه نهار الجمعه هذا نهار الاولاني نهار السبت شنو باش يكون موجود اما مازال نهار الجمعه سامحني باش نعملوا الديفيلي نتاع لي شيف عندنا الديفيلي نتاع لي شيف تاع لاتباك 4 اور يبدا من بحث المفرد في نابل عندنا ديفيلي باش نطلق معاه مزيكا باش نطلق معاه طبيل باش نطلقوا اجواء حلوه مزيانه شي شقوا نابل كامله شي شقوا نابل كامله حتى نوصلوا مقر باش يشقوا معنا نابل باش يعملوا نص ساعه باش يوصلوا للدار ومش يرافقوهم جماعه الجروب بتاع الكشافه ومش يرافقوهم لي شيف نتاع الاطباق تري بيان كل عام يزورونا وكل عام معانا و ان شاء الله بالتوفيق لهم حتى يوصلوا دار نابل وبعد يدخلوا للدار مش معاهم احلاها كانوا بحدنا العشوة معناها راي ماكله بنينه زي حفله وشايخه اجواء طيبه شايفه والله ماكله بنينه تتشوف اكيد ماكله بنينه نهار الجمعه هذوما اللي كوزيني باش احضر وفيح في طريقه عندنا ذاك نهار الثاني نهار الثاني لوندمان باش يعملوا دونك نهار السبت عندنا غدوه ان شاء الله باش نبداو الصباح كالعاده يتحل 10 نتاع الصباح باب الجمعيه
وباش نعملوا الكوكينغ شو نتاع لي شيف باش يجيونا دونك لي شيف نتاع الاتباك الكل باش يعملوا لنا كوكينغ شو هما باش يطيبوا لنا دي بلات تراديسيونيل كلهم اباز دو فلفل ولا هريسه وباش يعملوا ديغوستاسيون للعباد معناتها العباد باش تجي اللي تجي كلها تحب الذوق باش يعملوا لهم احنا باش يذوقوا باش يتعرفوا على الماكلات نتاعهم باش يعطيونا رايهم الكل ياسر وبعديك فما زاد ندوه علميه باشراف الدكتور لانور مرزوقي دونك هو باش يعمل شي علمنا شويه على تاريخ الهريسه تاريخ الفلفل كيفاش تحويله كيفاش كنت كيفاش وليت وشنو الجديد وهذا الكل ندوه علميه باش تعلمنا الكل وفما زاد باش نعملوا دي كومبيتيسيون صغار فما عندنا ورشات نتاع رسم باش نكرموا بهم ولاد صغار ولاد كشافه كل وعندنا اون كومبيتيسيون نتاع جماعه الكشافه باش يشاركوا فيها المقرونه الحاره حم حرحر مليح اللي باش يطيبوه هنا لي شيف باش هما يحاولوا باش ياكلوها ويديهم التالي دونك احنا باش نحط لهم يديهم التالي هما بشكلها جوست بفمهم هكا هاو بشكل دموعك يبدا هاب تعرفتوا كل هاكي هما باش يحاولوا ياكلوها عملناه وعملنا مقرونه سباجيتي دونك سهله تنجم تبلعها طول سنة عملنا مقرونه فل دونك الفل صعيبه برشا تقص فيها بكل معناها باش تاكل هو شيف سيرتو كي يعملوا كل فل نمر واحد هذاك صغرونا صغيره بكل هذاك نتاع اليزم تحب له برشا ايوا سوما هذا بوغ ساندي سينون ديمانش سينون ديمانش عندنا لي فام نتاع قبل الكبار باش يقوموا معناها بتطبيق اكلات تقليديه نبليه محرحره نبليه محرحره اللي كلها باز معناها نتاع الفلفل والهريسه بروجرام احنا عندنا ميم الفلفل الاخضر اللي نهرسوه بالثوم الكرويه ونقولوا له احنا نسميوه فلفل مشخشخ مشخشخ اللي هو الملح عندنا نحن لا مش الملح الملح سي اوتر شوز هذا الفلفل الاخضر نغسلوه ونقصوه ونحطوه ثوم كرويه في المهراس نهرسوه وبعد نحطوا الفلفل نقصوه وكل يتفلق شويه يعني مشخشخ نهرسوه شويه معني شويه يتضرب شويه هكا يتضرب شويه مفشخ دكا يخبيوه معناها في يخبيوه يعني يخبيوه. الناس بكري وقت اللي واحد يروح من الخدمه مستعجل ولا ما عندوش وقت ولا كماله مش يكمل على العشاء ولا حاجه يطلع الساشي ويطيب بها وبنيني ما بنوا هذايا خوا جوغ محرحبي خوا جوغ بلفلي ناشطين احنا حابين الهريسه باهين احنا حابين الهريسه نعملها بتاع بتفريق جوائز و للي حاضرين معنا للي حاضرين ما نساوش نهار السبت عندنا سواري زاده في الليل هاي عندنا حفل فني ساهر مالوف وشويه جو وشويه طرب الله على تونس على تونس صباح ليها احنا بريسك ديما كل مناسبه بتاع الهريسه ولا بتاع السكر نعملوا يعني ديما عندنا سهريات احنا في تصور شيف ايماجين ان بو المالوف والهريسه العربي كيسك سافا دوني معناها برشا جو وبرشا تونسي 100% شيخه تونسي 100% اما فما حاجه مهمه ياسر التلامذه اللي يقراوا في الكوجينه كل وخاصه اللي في الخواص ما نحكيش في الليتاتيك نحكي في الخواص بالحق يلزمهم يمشيوا ويشوفوا خاطر باش يشوفوا برشا شيفين وهالجمعيه هذه وهما ديما المهرجان هذا يجيبوا شيفين باهيين وعندهم خبره في الكوجينه راهو باش ينجموا يتعلموا عليهم ويشوفوا عليهم بالرغم فما حاجه لازم تقولها اللي راهو في الاوتيل لوري ولا في الوتله ممنوع باش طيب الحار ولكن يلزمهم يمشي ويتعلموا خاطر توا كي يمشي البلدان الاسيويه ياكلوا برشا بالحار خاطر ياكلوا اي بي سي هما يعطيك الصحه كي يجي ويشوفوا برشا شيفين عندكم ويشوفوا كل طبق كيفاش يتعمل نتعلم عند هذا ونتعلم عند هذا ونتعلم عند هذا باش نولي شيف مش راهو معناها شيف باش تتكون شيف هكاك وانت قاعد تتفرج لا ولا اللي قريت عنده هو اللي يخليك لا لازم تحضر في المهرجانات هذوما وتشارك وتشوف ترى انا على فكره زين نستدعي مش نستدعي ماذا بيا التلامذه اللي نعرفهم الكل والناس اللي تقرا في الطبخ والمرتبات يمشيوا لهالمهرجان هذا خاطر حاجه مفيده برشا وحاجه خاصه نحكي على تونس الكبرى هنا وكل شيء نابل راهي سهله ساعه تكون في نابل يعطيك الصحه احنا ديجا كل عام يطلبونا فيه المهرجان هذا يقولوا لنا وقتاش هيا وقتاش باش تعملوا لنا الهريسه هيا صحيح. واحنا كجمعيه ما كل قايل احنا جمعيه سيانه المدينه اش مدخلنا في الهريسه الهريسه معناتها سافي بارتي من باتريمون نتاعنا من التراث اللي ميدي نتاعنا واحنا عندك علاش حابين نسجلوها كمنتوج تونسي ديجا مع المعهد الوطني للتراث نحبوا نسجلوها كمنتوج تونسي باش تولي معناتها منتوج معروفه تونسيه اللي هي الهريسه اي بلد في العالم معناتها كي يحب يعمل منتوج يسميه هريسه يولي ما عندوش الحق خاطر تولي هذيك منتوج 100% تونسي نتاعنا نحن يزينا خسرنا الكسكسي احنا ما فما فوالا كونكور الكسكسي تقطير الزهر نتاعنا احنا ما نجمش حمامات ولا بلايص اخرين يقولوا نتاعهم خاطر هو تقطير الزهر مختص بنابل 100% تيبيك نابلي انا نحب تحيه كبيره لوليد نابل
تحية المشاهدين اللي يتفرجوا فينا في نابل، ونابل الحقيقة نسمح لهم جمعة حلينا والأجواء محليها، مهرجين جمعة نابل حلوة تقبل الناس الكل وتحب الناس الكل، بيبانا ديما مفتوح واحنا باش نجيو بحذيكم ان شاء الله من الولايات الكل، الولايات المجاوره الكل باش يجيو ويطلوا ان شاء الله. وعلاش ليه ما يشاركوش كما قال الشيف بالتفصيل؟ يعني يجيو برشا اولاد نتاع الكوجينه، احنا انا نشجعهم باش يمشيو ويتفرجوا ويشوفوا باش ياخذوا الخبره ويشوفوا نابل ويشوفوا الشيف تو يجيب لنا اولاده. انا بقدره ربي ان شاء الله هذيا مرحبا بيهم مغد ويكا. لازمكم تامنوا له ميني بوس الشيف باش يجيو مش تبع الكل، وتكون انت رئيس الفرقه راهو انا وانا ديما معاك شيف، وين انت وين انا هذيا خليها دونك خلينا ماتينال وخلينا توينسه 100% وخلي ديما لومبران تونيزيان وسيرتو ان شاء الله ربي يسترها عايشك. دونك انت معنا اسماء بوحناك، وكنت معنا مدام بيا براشد اعضاء في جمعيه سيانه مدينه نابل، كنا حكينا على مهرجان الهريسه بولايه نابل في دورته الخامسه. يعطيكم الصحه بالتوفيق ليكم. وقيت بيبليسيتي ما تبعدوش، رجعي بعد شويه.